عيد الأضحى مناسبة دينية تتميز بذبح المسلم لأضاحيهم وفق معايير صحية، مما يجعل الأمر مرتبط بعادات غذائية مختلفة، وقد يحدث ذلك اضطرابات ومشاكل صحية. فكيف نحافظ على صحتنا في عيد الأضحى؟ الإجابة في بلسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي بلسم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة القرآن الكريم. نناقش في عدد اليوم موضوع صحتك في عيد الأضحى المبارك. هذا الموضوع سنناقشه رفقة مجموعة من الضيوف والدكاترة الذين أسعد باستضافتهم. دعوني أرحب بالدكتور نشار محمد الأمين، رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا على كرم الدعوة. أيضا أرحب بالدكتور درياد سالم، طبيب مختص في الطب الداخلي في مستشفى البيار بالعاصمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. العفو. والدكتورة أيضا مصلوح فاطمة الزهرة، مختصة في التغذية. أهلا وسهلا دكتور مرة أخرى. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. العفو. ودكتورة كبير، أهلا. مرحبا أختي نوريا، مساء الخير بك، مساء الخير مشاهدنا الأكارم، مرحبا بضيوفنا الأكارم إن شاء الله اليوم لحصد بلسم. إذا تفصلنا أياما قليلة ويهل علينا أو يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ونعرف أن في عيد الأضحى يتميز بعادات غذائية خاصة، الأمر الذي يدفع الكثيرين لتغيير نظامهم الغذائي المعتاد، وقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل الصحية التي سنوضحها فيما بعد مع الضيوف الكرام، أليس كذلك دكتورة زهرة كبير؟ أكيد، هي الفرحة الثانية من العيد الثاني للمسلمين. أكيد دائما هذه الفرحة نكملها بفرحة أجسامنا، يعني نظامنا الغذائي، صحتنا البدنية، وحتى صحتنا النفسية، وكذلك حتى يكون عيد أضحى آمن وأضحية آمنة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن كلامنا اليوم ليس موجه فقط للمرضى بل حتى الأصحاء، لهذا سنتناول هذا الموضوع وفق محاور. بداية سنتحدث عن صحة وسلامة الأضحية وكيفية الذبح وأهمية النظافة قبل وبعد الذبح كذلك. نتطرق أيضا لاضطرابات النظام الغذائي في عيد الأضحى، وكما سنقدم أهم النصائح للمرضى والأصحاء كذلك. كل هذا سيكون في عدد اليوم من بلسم، لكن بعد هذا صبر الآراء حول حرص المواطنين على صحة الذبيحة، ولنعود. الحمد على العيد اوبليجي الواحد يهتم به، خاصة دوك الصيف والسخانة، لازم الواحد يشري لي ساشي هذوك تاع الكونجيلاسيون، يدير لا دات اللي دايرهم فيها، باسكو الحمد 6 شهور خلاص. وماذا به المواطن يتناول قيس الشربك، راهي العيد ماشي غير ناكلو حنا، نصدقوا منه شويه لا فامي، راهي خلاص ما كونجليوش بزاف، خاطش الكونجيلاسيون هي اللي راهي تضر في المواطنين. تسمى الكبش نشوفوا هنا، ما نشوفوا الاولى النوعيه، ونشوفوا نوعية الأكل اللي كان أكلها والمعالجة اللي تعالج فيها. كي تعيش في كبش كان يبيع الكبش والله ميفوت عند البيطاري. أنا نقول له ولا فات عند البيطاري أعطي لي الدليل باللي فات عند البيطاري نشري عليه، ولا قال لي ما فاتش ما نديش، ما نشيش هكذا بكمراسي. الإنسان لازم يذبح في بلاصة نظيفة، القش يكون نظيف، خطر الميكروب ينتقل بالموس باللمس بكلش. والناس لازم تستعمل جافيل، يستعملوا بيكربونات، يستعملوا هاد الحوايج اوبليجي على الناس. احنا عادتنا نخليوها يبات باش تقعد تمتم، وحال ما لا لازم يبات يبات. امون افي رايي الخاص يكون مكاشي فيه الفيتخينير، سينو ما يذبحش. مش تجيب تشري وخلاص، ما على بالكش مريض يمرض لك العائله يهلك لك الدار كاملين، نو لازم تشري حاجة صحيحة 100% باسكو ولادك
باش تمد الحمل لاولادك، تعطيهم حاجه باللي 100% باللي راهي صحيه مش مسخير. احنا من بكري يما تقول نديروا الخليع، معروف من بكري شوي نديروا كونجيلاتور وشوي نديروا الخليع كيما الطريقه تاع التقليديه تاع بكري خلاص تاع جداتنا نستعملوها مزلنا دوك نستعملوها. نخرجوا صدقه واش قال ربي الله يسمى اجمعين، والباقي نديروا في الثلاجه ونقسموا بشويه شويه. الكونجيلي هذا ما نقصوا بزاف، ما يكونش كونجيلي مرض ماشي مليح. النظافه هي اهم حاجه، واللحم باش يكون في علمك لازم يكون موان 6 توجور في التمبيراتور تاع الفريجيدير، لازم موان 6. علاه موان 6؟ باسكو الميكروبات تموت، ما الجراثيم تموت، ما يقدرش يقاوم الجرثوم. وبالتالي المهم بالنسبه لي انا اللحم اهم حاجه هي النظافه، تنظف المكان المكان واللحم والكبش وتغسل كلش، مام اللماس وكل شيء، الحوايج اللي تربح بهم تغسلهم. النظافه من الايمان، كل واحد ينقي موراه وقبله. ايوا راهي كاينه بوبل ما خاسر والو، غادي ترفد جلاخه، كل واحد يرفد جلاخه ويحطها عند الباب، وراهي كاينه نظافه وهي اللي تتكلف. بعد الذبح لازم اللي نظافه نظافه نظافه. صحيح النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، هكذا تربينا. إذا دكتور نشار محمد الأمين نبدأ معك. إذا شفنا أن الأضحية العيد الشغل الشاغل الآن عند المواطنين، إذا ما هي من خلالك حبينا نعرفه ما هي المعايير الصحية والشروط الواجب توفرها في أضحية العيد كي تكون يعني أضحية سليمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أن نتمنى الوعي تاع المواطن الجزائري على انه عنده رغبه انه يشتري الخروف العيد من عند فلاح اغري، فلاح اللي يقدر يمد شهاده وفق وصفه صحيه معتمده من عند الطبيب البيطري. لكن هذا موش موجود في اغلب الاحيان، لانه نشوفوا باللي اغلب الفلاحين والموالين الجزائريين هم موالين تقليديين بالفطره، موش موالين عصريين متحصلين على شهادات او متحصلين على سجلات تجاريه يمكن من خلالها انهم يزاولوا هذه المهنه. اظن انه اغلبيه الشعب الجزائري ان لم نقل جله يشتري من عند مزارع ونموذجيه ومزارع اللي تكون في البلدان والمناطق الداخليه التي لا تحتوي على مثل هذه الشهادات عند الموالين، فبذلك لا نقدر نلزم انه كل الشعب الجزائري سيشتري اضحيه مصادق عليها من طرف الطبيب البيطري، لكن لا يعني هذا انه هذه القطعان ليست تحت الرقابه البيطريه، انما هي موجوده تحت الرقابه البيطريه ولكن بدون اعتمادات صحيه. نعم. موجوده. اظن انه حبذنا لو كل الشعب الجزائري يقدر ان يقتني اضحيه العيد من عند نقطه بيع مرخصه معتمده من عند الدوله الجزائريه، لانه بطبيعه الحال سواء في السوق الاسبوعيه او السوق اليوميه او ما يسمى بالسويقه او النقاط المعتمده في التجمعات، موجود هناك الفلاحين الموالين ياتون بالقطعان تاعهم، وموجود ايضا طبيب بيطري مناوب على مستوى تلك المنطقه الذي يمكن من خلال اشتراء الاضحيه انه يتجه المواطن عند الطبيب البيطري ويساله اذا كانت عنده لبس، اذا كانت هذه الاضحيه مليحه مش مليحه مريضه مش مريضه. نعم. نقدر نشتريها او لا، بذلك يمكن نقص نوعا ما الشك للمواطن الجزائري حول صحه هذه الاضحيه. نعم. لكن دكتور نشار خلينا نعرف المعايير التي ترى بالعين المجرده، يعني الشخص او المواطن لما يروح يقتني تلك الاضحيه وشو هم المعايير التي يراها بعينه المجرده والتي هي معايير صحيه. حاولوا ان نتكلموا بلغه يمكن يفهمها المواطن الجزائري. انه المواطن الجزائري لما يتوجه الى زريبه او لما نقول الحظيره التي موجود بها تلك الحيوانات، بطبيعه الحال اول ما يلاحظه انه هذا الحيوان او هذه الاضحيه لا تكون بمعزل عن باقي القطيع. معناتها تكون داخل القطيع ما تكونش بوحدها، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نشوفوها بلي تكون سمينه ما تكونش هزيله. لما تكون هزيله هذه اول علامه للمرض. اذا قربنا من الاضحيه وبدينا نفتشوا فيها قطعه بقطعه نقدر نقولوا انه على مستوى الراس لازم العينين يكونوا صافيتين، ما يكونش فيهم احمرار، ما يكونش هناك دمعه. على مستوى الانف ما تكونش هناك سيلان للانف او سيلان دم او تقرحات
أنفية، على مستوى الفم أيضا ما تكونش في تقرحات، ما يكونش اللسان أزرق، ما يكونش سيلان للعاب كثير، ما تكونش الدم على مستوى الفم. لما ننتقلوا إلى كامل الأضحية نقولوا أنه لازم الصوف تكون متوازنة على كل الأضحية، وما تكونش في مكان أو مكان لا، وما تكونش الصوف التي تطير بسهولة لما تمسوا الكبش أو تمسوا الخروف أنها تطير بسهولة، ما يكونش عنده إسهال، ما يكونش عنده عرج، أو لما نقولوا بالعامية يقجع. هذا أغلب على العموم شيء ما يكونش يسعل، ما يكونش يكح كما نقولوا بالعامية. سامحني أنه كاين كثير العطاس والسعال، كاين كثير من في القطيع يكون العطس يقول لك هذا شيء عادي. لا، كاين طبيعي وكاين غير طبيعي. نعم، كاين العادي إذا كان متكرر وكثير ومع سيلين كثير الألف هذا غير طبيعي بطبيعة الحال. إذا كان عطس أو اثنين مرة على مرة فنقول أنه ممكن تداخلات الهواء أو الغبار. نعم، يمكن الخروف أو الشات تعطس، وهذا أمر طبيعي جدا. نعم، هناك شرط أيضا من الشروط الصحية والشرعية هو السن واختيار السن في اختيار الأضحية. بالنسبة للخروف أو الماعز الأضحية شرعا ابتداء من 6 أشهر. احنا نحبدو دائما انه هذا تاع 6 شهور وتاع سنه اننا يكون ما نضحوش به ونبدو من سنه وطلع الفوق. ابتداء من سنه يمكن السن هو يمكن من خلال الاسنان اننا نعرفوا انه يكون سنتين ظاهرتين بارزتين خلال الاسنان السفليه، لان الاسنان الاولى هي اسنان الحليب، اسنان بيضاء صغيره، بعدين بعد سنه يطلع سنتين كبيرتين، هي نقولوا ثني اللي هو عنده سنه واحده، بعد سنتين يكون عنده 4 نقولوا رباع، بعد 3 سنوات يكون عنده 6 اسنان نقولوا سداس، وبعدين يكون كبير في السن نقولوا جامع. خلاص هذا كل ما كان الصغر السن نتاع الخروف، كل ما كان لحمه طري وحلو المذاق، كل ما كبر كل ما كان اللحم تاعو نوع ما يغبن شويه في الطهي. نعم، ممكن نعم هنايا يعني عطتنا الاضحيه كيفاش تكون سليمه، وبعدها اكيد انه ما نختلفوش على نظافة يعني المكان والذبح الصحيح، ومن بعد تزيد تفسرنا أكثر الطبيب. لكن الآن هنا ذبحنا ورا كل القطعة راهي عندنا وحبينا ناكلوا شوية يعني لحم، أكيد أنه الطبيب خاصة المرضى اللي في هذه الآونة يجوا في الفحص يقولوا لك باللي مثلا واحد عنده سكري، عنده ارتفاع الضغط، ولا حتى امراض القلب، يقول لك ولا نقدروا ناكلوا ولا لا. كاين حتى انه يسال باش يشوف لا يشري الاضحيه، يشريه غنمي ولا يشريه بكري ولا يشري حاجه واحده اخرى. دونك الطبيب انت النصائح ديالك شنو مديتهم للمرضى؟ اولا نصائح نقدروا نمدوها في هذه دونك العيد، علاش نسموها عيد؟ باش هي فرحه، مناسبه فرح. دونك مناسبه الفرح لازم تبقى فرح، ما لازمش باسكو نشوفوا في بعض الاحيان اليوم الاول ولا اليوم الثاني تاع العيد، خاصه احنا كاطباء دونك في المستشفى نشوفوا خاصه في المصالح الاستعجالات، الناس كثير يجيونا بمشاكل اضطرابات يعني بروبليم تاع الكرش ايتترا، وهذه احنا حبينا نجتنبوا هذه الاشياء من ابارتير يعني من خلال هذه لي كونساي اللي نمدوهم للناس. وهذا هدف الحصه اليوم جوستمون. دونك من parmi les conseils هذو النصائح اللي نمدوهم للناس، عندنا اولا دابور ما هناك فرق على بالكم ما بين واحد راهو مريض يعني عنده مرض مزمن كمرض السكري او الضغط الدموي او ثاني لاغوت، وانسان اللي ما عندوش اي مرض، انسان يعني صغير اللي ما عندوش اي مرض. دونك هناك حالتين بصح، في الحاله الاولى يعني للناس المرضى لازم اولا وقبل كل شيء يكون عندهم تغذيه صحيه، يعني ينقصوا في لا كونتيتي الكميه. عند هذوك الناس الكميه راهي محدوده جد محدوده، ماشي كيما واحد ديما موش مريض، بس كنقبلوا الافراط ميم سي الافراط موش مليح، بصح نقبلوا الافراط خطره في العام عند بعض الناس بصح ما نقبلوش عند المرضى، لان عند المرضى يأثر مباشره على صحته. بالحديث عن كميه اللحم الواجب تناولها راح تتحدث الدكتور مصلوح عن الكميه المحدوده. عند الناس اللي عندهم مرض السكري او مرض الضغط الدموي، هادو الناس لازم يكون على بالهم باللي الجسم تاعهم راهم اكثر يعني اكثر اثر على اكثر اثر من هذوك كثرة اللحم. علاش عندك كثرة الدسم؟ لأن في اللحم الخروف الكبش عنده نسبة الدسم عالية، وكما على بالكم بلي الدسم هذا إنه
مضر للصحة عندما يكون نسبة الدسم طالعة. أن الدسم في جسم الإنسان عندنا كلنا عندنا الدسم في جسم الإنسان يعني الكوليسترول. الكوليسترول هذا ضروري لجسم الإنسان بصح بكمية اللي يحتاجها للجسم. وكي نزيدوا على الكمية هذيك يولي أثر سلبيا على الصحة على صحة القلب والشرايين، سيتادير يؤثر على سكون ابل لي مالادي كارديو فاسكولار، امراض القلب والشرايين. وكذلك دونك لي مالادي ميتابوليك. لذلك دونك الناس اللي عندهم الامراض ديجا اللي عندهم امراض مزمنه كالسكري او ضغط الدم لازم يحاذروا كثار على الاخرين. نعم. وبصفه عامه الناس جميعا يعني كي يكون مريض ولا موش مريض، التغذية الصحية هي تغذية متنوعة ومتوازنة. كي يكون تغذية متوازنة ما كانش فيه إفراط، يكون مش حيكونوا مشاكل صحية ما يكونش مشاكل. نعم بصح ديك يعني حينما نولي في إفراط في كسسوا لحم أو حتى في الفاكهة أو في أي حد يكون هناك مخاطر. ومن بين المخاطر سمحوني برك نزيد هذا، من بين مخاطر الناس اللي ياكلوا في دونك في نهار العيد ياكلوا غير اللحم، هذه ما يقبلهاش العقل. سي با باسكو ماشي على خاطر اللي في نهار العيد يكون اللحم ناكلوا غير اللحم، لا ناكلوا اللحم سي نورمال، بصح اون فا ميلونجي اللحم هذاك يعني ميلونجيوه بالخضر بالسوائل وكذلك شويه دونك تو سكي ا باس دو فيكولون يعني عجائن كسكس دي بات ايتترا، لازم يكون تغذية متوازنة. صحيح. كاين نقطة فقط اللي حبيت كان نشير ليها، انه حد شاطني رأي دكتور مصلوح، انه كذلك في العيد نديروا الحلويات، دونك كاين حلويات من الصباح يبداو بالسكريات، من بعد كاين هذيك كما قلت الدسم، انه ثم اللي صرا المشكل تولي مشاكل يعني هذاك الدسم اللي يكون مفيد للصحة يولي دي برودوي ولا مواد كيميائية اللي تضر الجسم وكذلك تنشط عليها أمراض أخرى. هكذا دكتور مصلوح. أنا غوفات وشي صرا في الجسم تاعنا كي نوضوا الصباح نشربوا قهوه بحاجه حلوه وما ننساوش نكونوا صايمين اليوم الذي قبله، كاين نسبه الصوم يوم عرفه. ومن بعد الصباح تنوض تاخذ قهوه بحاجه حلوه، ومن بعد ساعتين ثلاثه من بعد تاكل اللحوم. انا لازم نعرفوا بلي الميكروبيو تاعنا البكتيريا اللي عندنا في الامعاء تاعنا تحب بزاف السكر، دونك تتنشط كي ناخذوا حنايا هذيك السكريات تتنشط، دونك سكي واش يأثر شويه على المسران تاعنا، ديجا يبدا كي نعطيلو غير السكر. من بعد نعطيلو دهون مشبعه وهي دهون صعبه الهضم، دونك نحطها في هذاك الانتستان اللي هو ديجا راهم ايغيتي مقلق، دونك ما نقدرش نيفيتي البافيون دي زورجونس في الليل. نعم. داكور. وبالتالي واش ندير هذاك النهار، واش ننصح به الناس، انه صباح خديت مثلا حاجه حلوه ايفيتي تاخذ معها مثلا حليب، يبدا الانسان نهارو بانتزان مثلا. قبل ما يبدا ياكل هذيك اللحوم يروح ياكل ساعه شويه خضروات غنيه بالالياف. الالياف هذيك راح تنقص له بعد من نسبه الدهون اللي راح ياخذها، وكما ذكر الكوليغ الكميات اللي راح ياكلها ياكلها على حساب عمره وعلى حساب وزنه وعلى حساب امراض اللي عنده. صحيح. راح نفصلوا فيهم اكثر فيما بعد. دكتوره زهره كبير كانت اشارت الدكتوره المصلوح للاستعجالات. نعم. انت في كطبيبه في قسم الاستعجالات، ما هي الحالات التي تواجهونها خاصه في ايام عيد الاضحى؟ نعم اكيد انه دائما احنا كاطباء استعجاليين هو انذار او نقطه انذار قبل العيد، يعني حتى كنت تكلمت مع طبيبة المنسقة وجدنا كل ما هو أنتيسباسموديك معناتها لألم المعدة يعني تقيؤ كرمكم الله، وحتى ممكن تقدر تكون بعض الأمراض أكثر صعوبة هي ليزوكليزيون، يعني الناس اللي تاكل اللحم ماشي مهضوم جيدا يقدر يصالها يعني في المصران ديالها مشكل ويتلوى المصران، وهي حالة استعجالية تدعي إلى الجراحة. وصرات كثير خاصة أنه الناس تكون كما قلت قلقة، يتقلقوا باش يجوا من المسجد، يتقلقوا والقلق هو الدافع الأول لهذه المشاكل سواء الهضمية وحتى أمراض أخرى. دونك هنايا هذيك الذبيحة كذلك اللي يتقلقوا باش يذبحوها هما الأوائل والأم في المطبخ باش تكمل الشغل ديالها، وبالتالي يصراونا حتى الانهيارات العصبية دي ام في. دونك هنايا اللي أشياء كما قال الطبيب كانت فرحة تولي إلى أشياء أشياء يعني حزينة، كان يتفكروا عائلاتهم، كان يتفكروا أنه مشاكل تكون عائلية. وكذلك تقدر تكون وعكات أخرى، نخلينا من آلام البطن وكذلك التقيؤ
وكذلك يقدروا يسرعوا الحوادث المنزلية. صحيح. من الجروح الواحد يقيس روحه بالموس، هذاك العظم كي يجوا يكسروه يقدر يعني يقيس اليد دياله. نعم. ومشاكل أخرى حتى الأطفال، لننوه أنه الأطفال في هذه اللحظة يكون كامل كبار مع الأضحية، وبالتالي الطفل الصغير يقدر يروح يغفلنا أنه يقدر يشرب الجافيل لأنه علاش يكون واجد باش نظفوا المكان، يقدر يشرب مواد تنظيف أخرى، وبالتالي هنا لازم الحيطة والحذر والانتباه في هذه اللحظة. هذو نقاط كلها صدقني أن لما نكون في الاستعجالات نكون نطلع ونحبط ونقول بالك هو يقدر يسرع كما في البيت ديالي يقدر في بيوت أخرى ويقدر يسرع عند أي واحد. صحيح. وبالتالي هنا الإنسان لازم يكون متوازن، تكون ثقة في النفس، يعني حتى أنه نوجدهم بسيكولوجيكم يعني نفسيا قبل الذبيحة. وبالتالي هنا اللي قلت ذكرتي أنه نصوم يوم عرفة. صح. هو راحة للنفس وكذلك أنديتك معتها لتنقية الجسم وتحضيره لعيد الأضحى إن شاء الله. نعم، شكرا جميل جدا دكتورة زهرة كبير. نرجعوا للأضحية وخلاص كما قلنا شرينا الأضحية، ندول للذبح، طريقة الذبح السليمة والصحية. حقا هي لما نجي نهضروا على طريقه الذبح هناك اختلاف العائلات الجزائريه في الذبح. صحيح. موجود من العائله الجزائريه من يذبح في المذابح العموميه. وهذا سليم جدا والذي ما في حتى اشكال من ناحيه الاضحيه، غادي يجيب من بعد يدي كاركاس واجده منقيه ومعدله وكلش. هذا ما تنصحون هذا ما ننصح به، لكن عدم وجود كفايه من المذابح البلديه والعموميه على مستوى القطر الوطني يدفعنا انه العائله الجزائريه تذبح في الاقبيه العمارات، تذبح في الاماكن العموميه، تذبح في المنازل، تذبح عادات وعادات وتقاليد. هذه كل عائله جزائريه وعادات وتقاليد وكل منطقه، فهنا نقدروا نقوموا نعطوا نصائح عامه للعائله الجزائريه كيفيه. أول شيء احنا ننصح أن المكان الذي يتم فيه عملية الذبح يكون مكان مهيئ ونظيف وخالي من البكتيريا والبعوض وما غير ذلك. هذه حاجة. ولا حاجة ثانية التعقيم وعمل أدوات الذبح من السكين نحدو، حتى في الشريعة الإسلامية يكون نصحنا ينصحنا الشريعة نحدو السكين ما خلوش حافي إلى غاية المبراد وكلش، بيكونوا كلش واجدين ويكونوا معقمين ما يكون فيهم حتى سيتو بالجافيل. هذه من جهة. من جهة أخرى بعد عملية الذبح أظن أنه تكون عندنا هذيك الجثة تاع الخروف راها واجدة، يبقى علينا عملية الفحص والانسبكسيون دو مانون فيتينير ماهوش حاضر في على مستوى كل منزل، ولكن المواطن العادي هو بالعين المجردة تاعو بطبيعة الحال. هو احنا المستقطب اللي استقطبنا في الخروف هو الكيس المائي اول شيء. احنا مباشره غادي نحوسوا على الكيس المائي على مستوى الكبد او الرئه، نحوسوا اذا وجدناه غادي نقلعوا هذيك لابارتي اللي فيها كيس المائي، نحفروا لها اكثر من 50 سنتيمتر وندفنوها وندولها الجير وتندفن لماذا؟ لكي لا يستطيع الحيوان اللي هو الاليف اللي هو الكلب اكرمكم الله انه يلحقها، لانه هو العنصر الذي يعمل على انه ينقل هذاك المرض من الحيوان الى الانسان. لان هناك امراض تنتقل من الحيوان للانسان وكذلك الانسان يمكن ان ينقل له للحيوان امراض كذلك. هنا نقول احنا نتحدثوا على الاضحيه من خلاص ذبحت وكلش، ما الانسان ممكن يبدي كي يهتم بالنظافه اول شيء يقدر يتخلص من كل من كل من كل شيء. انا فقط سؤال اشرت انت قلت انه ننزعوا الكيس المائي والدفن يعني اللي قعد من وجود الكيس المائي، هل صالح للاكل ولا نتخلصوا منه؟ يقعد من بقيه الرئه أو بقية الكبد أو صالح الأكل إذا لم يوجد فيه تقيحات أو في إذا كان سليم وما في حتى حاجة، واللون تاعو عادي ماهوش لون مخضر أو لون أسود ولا لا، هو عادي وصالح للاستهلاك، ولكن نقلعوا غير لابارتي اللي فيها الكيس المائي فقط. هذه من جهة. من جهة أخرى يمكن يكون كاين بعض التقيحات أو نقولوا بعض المرات نسيبوا هذيك الحبة. نعم، هذوك اللي زادين نعطيو نسمح كيس يابس ونصبوه، ممكن نصبوه على مستوى الرئه او نصبوه على مستوى الكبد، هذاك يمكن نحو اذا كان كبير وبزاف وكل شيء يمكن ترمى مباشره على توتاليتي. اما على مستوى اللحم ككل يمكن نصبوه تقيحات او شيء من القبيل، هذا يمكن نزعوا هذيك فقط هذيك لابارتي اللي فيها التقيحات والشيء الاخر يكون سليم. هذه اذا كان اللحم، اذا وجدنا اللحم اللون تاعو سليم. اذا وجدنا اللون احمر قاتم
او مصفر هنا نقدروا نقولوا كاين حاجه اخرى قد كاين مرض ويكون ممكن غير صالح للاستهلاك البشري. هنا بالنسبه للتحدث على الكيس المائي دكتور، اكثر توضيحا عن الكيس المائي باش الناس تفهموا وعامه الناس يعني بشرح خطر. مبسط يعني انه خطير جدا الكيس المائي. نعم لازم يكون على بالكم بلي الكيس المائي هذا ابلي باللغه الفرنسيه لو كيستيباتيك. كيستيباتيك هذا سيت ان بارازيت، يعني على بالكم في البيئة هناك بكتيريات فيروسات وكذلك جراثيم من بينهم دونك لو بارازيت. البارازيت هذا لي سي لي كينوكوكوز دونك لي يسبب في لو كيستيباتيك يكون في دونك البيئة. وكما قال دونك الدكتور البيطري الطبيب البيطري فهم على كيفية انتقال هذا الجرثوم، كيف يكون الانتقال تاعو، يعني يكون من البيئة دونك يكون بازون في الارض في الاعشاب في الصلاد ولا في حتى في الماء. ومن بعد واش الكبش دونك الخروف كي ياكل ياخذ كومون دير البارازيت هذاك. البارازيت هذاك عنده ان سيكل يعني دوره داخل الجسم تاعو، ومن بعد يكون في اعضاء تاعو سيتي يقدر يكون في الرئه ولا في الكبده. وكي يكون تما يبا سي ديفلوبي يعني تما يبا سو ديفلوبي. ومن بعد حنا كي نذبحوا في عيد الاضحى نذبحوا دونك الاضحيه واش يصرى كي نرميوه في اللط دونك لي شيان يعني الكلاب ولا كارمون ميم لي زانيمو هادو تاع لي زاني كارنيفو يعني يروحوا ياكلوا من الاضحيه هذيك. وكي ياكلوا كاينه دوزيام سيكل دوره ثانيه داخل الكلب على الجسم تاع الكلب. واش يصرى هو ثاني يبدا من الفضلات تاعو ينشرها في البيئه. ومن بعد نوليو في الدوره والانسان كيفاش يقدر باش يكون على بالهم الناس اللي يتبعونا يسمعوا على الكيس المائي. الكيس المائي ماشي كي تاكل يعني اللحم ولا الكبده ولا اللي عندها كيس مائي تضرك، لا ما يكونش هكذا. يكون اترافير يعني الماء الغير صالح للشرب ولا الخضر غير المغسولين. بصح حنا النصائح هذو اللي نعطوهم اليوم باش نكسروا الدوره هذه. نعم باش نكسروا الدوره هذه باش نكسروا من انتشار هذا الكيس المائي اللي هو مرض خطير. انا كي يكون في جسم الانسان يقدر يصاب ثانيا الرئتين والدماغ والكبد. وهناك دونك مشاكل صحيه. دريال بارك الله فيك. اذا بتحدثك عن النظافه واهميتها في يومي العيد قامت زميله سعاد علمي بهذا الروبورتاج فلنتابع. يعاني عمال النظافة خلال أيام العيد الأضحى من تراكم النفايات، حيث يقضون طوال أيام العيد في جمع مخلفات الأضاحي المنتشرة في كل مكان. احنا مؤسسة ناتكم على العام واقفة بالعيد الأضحى هذا بكل اعتادها وكل عمالها. ماذا بنا المواطن هذا العام يعطينا طريقة واحدة أخرى وطريقة جديدة للنظافة في عيد الأضحى فيما يخص النفايات في الهيدورات وفي كذلك النفايات الأخرى. ماذا بين المواطن يدير في الحاويات وما يكونش رمي عشوائي في الشوارع ويعطينا حسن التسيير في الطريقة تاع حمل النفايات. عندنا احنا بزاف مشاكل في العيد، عندنا الناس ترمي في اي وقت ما يرموش في بلاصه اخرى، ما يربطوا الساشيات تاعهم، يرمي القرط ويرميهم على الهيدوره يرميها مع الدواره. كاين الناس ما تاكلش الدواره ما تاكلش بزلو في الديار دمها. علاش حنا نعانوا؟ حنا خدامين يخرج يخدم يلقى الحاله قعدوت ثلاث ايام اربع ايام تولي الحاله قعدوت. غير تخلص صلاه العيد يبداو في الاضحيه تاعهم ويبداو يخرجوا في ليزابه ديالهم يخرجوا في الهيدوره هذيك. وحنا لازم لنا شغل وسائل قد ما نسخروا وسائل وموارد بشريه ومواد لوجيستيكيه هذه كي نخرجوا للشارع نلقى واحد الظاهره اللي ما نقدروش نصوروها. الناس تخلط ليزابه يخلطوها مع الهيدوره مع الديشيميناجير هذوك مع المواد العضويه هذوك. وهذه كي تكون مع احلى العيد احنا هاد السنين اللي فاتت هذه طحنا العيد في السخانه في الصيف. كي طحنا العيد في السخانه
هذه المواد العضويه تتطور تمتم. حنا عباك دوك الهيدوره والازابه غير يخرجوهم واحد نص ساعه هكذاك يبدا يخرج منها الدود مع السخانه. ماذا بينا حنايا يحطوا المواد العضويه هذه في كيس وحده، شغل يدير رسكاله داخل البيت، داخل البيت يخرج الهيدوره يحطوها وحدها في كيس وحدها باينه تما الهيدوره، والكيس تاع القمامه هذاك يحطو وحده، واسمو النفايات المنزليه تاع اليوميه يحطوها وحدها ما يخلطاش مع الهيدوره وليزابا هذيك، خاطر علاه هذيك اللي النفايات اليوميه مع الهيدوره وليزابا تطور بالخف، يخليها عامل اللي باش تطور بالخف. أم يديروا واحد الإشهارات والتوعية وتوعية وتحسيس في التلفزيون، في المساجد، في المدارس، عندنا عمال تاعنا يقوموا بالتوعية واسمو مع المواطنين هذوما. مع ذلك هذاك واسمو هذاك ليزابا هذيك كي تكون فيها انكيس هكذايا نورمالمون يردمها. حنا يخلوها لنا هكذاك، حنا يخلوها هذا يعرض العامل للخطر ويعرض حتى المواطنين للخطر. ما يخفالكش باللي عامل النظافه اول طبيب في المجتمع، لانه يسرع يرفع هذوك النفايات. نهار كي نرفعوا النفايات هذوك حنا ما نلحقوش باش يمرض المواطن ولا عامل النظافه هذا، لان عامل النظافه راهو مقابل الخطر. الظاهره تاع الدم هذه نورمال، هذا المواطن هذايا نوجه له نداء كي يقبل على الاضحيه، غير يكمل الاضحيه هذيك ماذا بينا كاين الماء، يطوها بشويه تاع ماء وبالبالي هكذا ما يخليش هذاك الماء هذاك الدم هذاك، هذاك الدم قادر يتطور الامراض. حنا ما نفيقوش نقولوا دم برك، بصح قادر يدير امراض خطيره لاولادهم. يا اخوي شوف يخمم في نفسه في ولاده، هكذا كي يخمم في نفسه في ولاده ثم يقدر يخمم على المجتمع قاعد. نطلبوا حنا المواطنين تاعنا يسعفونا وحنا خدامين وحسوا بينا شويه. عمال النظافه متعرضين بوكو بلوس الامراض المعديه اللي هي بوكو بلوس لو ريسك انفيكسيو، اللي راهم متعرضين ليه بوكو بلوس سي ليباتيت بي ليباتيت سي اوسي. يا لو ريسك فيزيك دونك بروبليم دو سورديتي لي فيبراسيون كي يكونوا في الطريق ولا يقدر يطيح، وبيان كي يرفدوا لي ساشي ولا يقدروا يصرا لهم دي بليسور. نهار العيد النفايات يكثروا، خاصه النفايات العضويه اللي هما لي ديشي تاع الاضحيه، ويصرا عليهم هذوك النفايات تاع الاضحيه لي ديشي تاع الاضحيه ينتج عليهم ميكروبات. هذاك الميكروب ينتج عنه امراض في الجهاز الهضمي. كاين اللي يكون عنده من الخدامين عنده حساسيه افون، ونهار الاضحيه او نهار تاع النهار اللي يخدم فيه ويصرى لو غاماساج تاع لي ديشي تاع الاضحيه وكلش يزيد عليه الاخر، وهذا من الجلود تاع الاضحيه ولا الصوف تاع الاضحيه ولا لا بوسيير وبيان تانيك الروائح تاع لي ديشي تاع الاضحيه. وثاني يقدروا يصراو دي زاكسيدون دو طرافاي، دونك المواطن كي يكون مزروب ولا يقدر يخلي ان اوبجي ترونشون حاجه حاده في لي ساك بوبال، والعامل النظافه كي يقوم بالعمل ديالو يقدر يقيس روحو حتى العظم تاع الاضحيه يقدر يجرح الخدام مالغي يكون داير لي موان دو بروتيكسيون، مي هكذاك هو يقدر ينجرح. نهار الاضحيه لازم له يحافظ على صحته وصحه عامل النظافه. إذن مشكورة الزميلة سعاد علمي على هذا الروبورتاج، وبدورنا نوجه ألف تحية لعمال النظافة، هذا العمال الذين يواجهون خطر الإصابة بربما حوادث ربما أمراض في يومي العيد الأضحى. دكتورة نعم. كبير أكيد مشكورة سيدة علمي، روبورتاج يعني رائع لهذا مهندسي النظافة، كما قال وكنا سمعنا أنه أول طبيب هو هذا العامل النظافة صحيح. لأنه راح يخلصنا من كثير من الأمراض، راح يخلصنا من النفايات إن شاء الله في ميزان الحسنات. أكيد أنه هذا عمل دائما كاين العمل فيه الأجر، فيه الأجر الرباني. كذلك أنه نكون مطمئنين على أنه حينا راح يكون ضيف، بيتنا راح يكون ضيف، لكن إحنا لازم نعاونوهم في هذه اللحظات. لازم كما قال
قالوا نجمعوا النفايات في الاكياس، شراء الكبش مع شراء الاكياس كذلك. صحيح. يعني هنا باش نقدروا ننظموا وننظفوا الاماكن. كذلك انه ذكرنا كاين بعض الامراض اللي تقدر تكون في هذيك يعني او الحوادث اللي تكون في ذاك اليوم، حتى بالنسبه لعمال النظافه ممكن ينسى واحد يعني الموس داخل يعني هذيك الهيدوره، ولا ينسى بعض خاصه الزجاج اللي يكون يخلطوا، ممكن طاح الزجاج في المنزل ويخلطوا الزجاج مع هذيك الاعضاء، وبالتالي هو كي يرفد يجرح يده حتى يكون بالقفازات، لكن ليست كافيه للحمايه. لهذا دائما لازم لنا يعني حتى في يوم المناوبه نخصوا هذاك الجناح لهذا العمال، لما يكون هناك حادث ولا جرح ولا اي شيء ممكن كذلك يرفد، يكون هناك كسر او فعص على مستوى الكتف، كذلك لما يبداوا يرفدوا في الشاحنه يقدر يكون طلع الشاحنه يقدر يطيح، هذا يعني دائما. لكن في العيد خاصه لانه تكون العمل ويكون يكثر العمل وتكون ويكون العمل بالمناوبه، بالتالي ما يقدروش يخرجوا كامل عمال النظافه، لهذا يجب تسهيل المهمه والمهام لهذا العمال. كذلك تكون بعض الامراض ويتخوفوا كثير من الناس، احنا نقولوا انه كاين امراض بعد الذبح ممكن تنتج عن هذيك النفايات، خاصه اللي موجوده في الحي، قالوا انه يومين او ثلاث ايام يظهر فيها بعض الديدان، اكيد خاصه في هذا الفصل تكون سخانه كثيره. هنا الدكتور واش تنصح ولا واش تطمن المشاهد انه ما كانش امراض ولا توجد امراض في هذيك الايام؟ بطبيعه الحال هناك لا توجد امراض اذا استطعنا ان نحافظ على نظافتنا بشيء مثالي. يمكن تكون امراض اذا تركنا هذه الفضلات، او بعض المرات كاين بعض العائلات اللي يرموا البوزيدوف، كاين اللي يرموا الارجل، كاين اللي يرموا الكبد اذا لقوا في مشكل، او الرئه او الاحشاء يرموهم في الشارع، كاين اللي ما يحبوش ياكلوهم، يرموهم بدون ستره او بدون غطاء او بدون حاجز اللي يمنع الاتصال مباشر في اليد اللي تهزهم، او ممكن الكلاب الضاله اكرمكم الله او شيء من هذا القبيل. احنا ننصحوا بعد عمليه الذبح انه المواطن اول شيء ينقي المكان اللي تم فيه عمليه الذبح، هذا اول شيء. ثاني شيء ما ترتب عن عمليه الذبح من فضلات او شيء من هذا القبيل، انه يكون في اكياس مجموعه ويبلع هذه الاكياس باحكام حتى يتسنى لعامل النظافه انه يهزها بطريقه وين ما يأذيش روحه. ننصح عمال النظافه في اليومين العيد المبارك انهم يتحصلوا على ليغون، قفازات، يوضعوا قفازات، لانه يمكن كذلك وكمامات، لانه يمكن ان تكون عدوى من الدم الذي ينتج عن الحيوان الذي يكون مصاب. ممكن حيوان مصاب ولا يرى بعين مجرده، ويكون الدم تاعه ملوث، يمكن ان يجي من خلال ان يكون يد مجروحه تاع عامل نظافه ممكن يصاب. احنا عندنا حالات كثيره على مستوى المذابح البلديه، سواء على مستوى الاطباء او الذباحين في المذابح البلديه، اللي مصابين بالتيباكيلوز بريسيلوز لانه اتصال مباشر ويومي مع الحيوان. هذا ما ننصح به بصفه عامه. سؤال كذلك سامحني، انه بعد الذبح غسل الاضحيه، يعني لما يعني نذبحوا هل تنصح انه يغسلوا بالماء ولا لا؟ احنا في العاده التقليديه تاعنا ما نغسلوش الاضحيه بالماء، وهي صحيا الاخصائيه موجوده معنا انه لا نغسل الاضحيه. هي مده ترك الاضحيه خارج بعد عمليه الذبح الى غايه الثلاجه، اذا كان المكان حار وكان هناك هواء حار نقول باللي اكثر توقيت هو ساعتين وتدخل الى الثلاجه. إذا كان المكان تقطيعها ودخول الثلاجة، إذا كان المكان معتدل وإذا كان هواء بارد، إذا كان ما كانش ذباب، ما كانش بعوض اللي ينقل بعض الأمراض أو الأوساخ، إذا كان يمكن نتركها من 6 إلى 8 ساعات ومن بعد إذن نقوم بالتقطيع وأيضا ندخلها الثلاجة. هناك بعض العادات تاع العائلات الجزائرية اللي يمكن يترك إلى غاية يوم غد. اذا كانت البيئة وهكذا شفنا يعني في الريبورتاج صح قال انه لازم موجوده ولحد الان موجوده الوالد تاعي يديرها. اذا كانت البيئه موجوده المتوفره هي بيئه مشابهه لبيئه الثلاجه ولو بدرجه حراره ممكن تقارب درجه حراره الثلاجه، فيمكن ولما لا انه تكون وتقعد مده يومين. هذا اذا كان الـ ايضا الطعام اللي يتناولوا الخروف قبل عمليه الذبح
يأثرش على اخضرار اللحوم. نعم. اذا كان الطعام صحي ما فيش مضافات غذائيه ما فيش هذا يمكن أن الخروف او الذبيحه تبقى الى غايه يوم غد وما فيش اشكال. نعم شكرا لك دكتور نشار محمد الامين. دكتور رامز لبح نحب نتحدث لما تحدث على اللحم وفوائده لجسم الانسان. تفضلي دكتوره. اللحوم الحمراء اسونسيالمون عندها فوائد كبيره للانسان اللي ما نقدروش ننكروها. اولا هي مصدر بروتينات ذات نوعيه على خاطر فيها احماض امينيه اساسيه للجسم تاعنا ما يقدرش انه يخدمها وحده. دونك البروتينات اللي كاينه في اللحوم ما نصيبوهاش في كاينه بروتينات نباتيه بصح النوعيه تاعها ماهيش كيما النوعيه اللي كاينه في البروتينات الحيوانيه. دونك تكوين العضلات داخله في بناء الخليه دور كبير. الحاجه الثانيه غنائها بالحديد. اللحوم الحمراء غنيه بالحديد. في 100 غرام تاع اللحم عندنا جوسكا 2.5 تاع حديد تعطي كميه كبيره وخاصه الكبد نلحقوا حتى 8 غرام تاع حديد في 100 غرام تاع كبد. دونك كميه مليحه لسختو الناس اللي عندها معتبره للناس اللي عندها مشاكل تاع انيميا او فقر الدم. الحاجه الثالثه واللي نصيبوها بزاف في اللحوم هي الفيتامينات خاصه جروب بي كيما لا بي 12 ما كانش عند الناس مثلا اللي ما تاكلش كاع اللحوم وعندها مشكل تاكل غير الخضروات لي فيجيتاريان مثلا ياخذوا لا بي 12 كوم كومبليمون اليمونتير ياخذوها كمكمل غذائي على خاطر ما يصيب ما كانش حاجه فيجيتال اللي فيها لا بي 12. دونك البروتينات لا فامي بي اللي عندها دور كبير في تقويه المناعه في بناء الجهاز العصبي تاع الانسان في تشكيل كريات الحمراء. دونك عندها دور كبير اللي ما نقدروش نحو. المشكل مع اللحوم الحمراء انه غنيه بالدهون والدهون خاصه المشبعه ماشي غير اللحوم. نحب ثاني نفتح انتي بارونتيز باسكو حنا ما ناكلوش في الكبش غير اللحم ناكلو المخ ناكلو الكبد ناكلو الراس تاع الكبش ناكلو الرجلين تاع الكبش ناكلو الدواره. دونك باش الانسان يعرف روحو واش راهو ياكل. صحيح. دونك كيما قال الدكتور قبيل قال لك على حساب الانسان هذا لا كان مريض ولا ماشي مريض. كان انسان يتمتع بكامل صحته لاباس عليه وموش ما عندوش امراض مزمنه ياخذ عليها دواء بصحته هذاك النهار وشنو ما ينوع استاذ ياكل معها خضر ياكل معها قليل من العجائن باسكو سا ريست كامل السكر وما يتفادى المشروبات الغازيه الحلوه فوالا الماء او يقدر يحضر في الدار عصائر على القارص لاموند تفضلي ربما الشاي ايضا شرب الشاي الاخضر خاصه ينقص في الملح تانيك هذاك النهار ماشي فورسيمون حتى يكون عنده استسمحك فقط دكتور مصطفى يرفع على مسامعنا اذان وصلاه العصر بتوقيت الجزائر وضواحيها فنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. فيما يلي سنعرض عليكم تغطية لحملة التحسيسية التي أشرفت عليها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الصحة السيدة كوثر كريكو ووزارة الصحة كذلك. أطلقت هذه الحملة التحسيسية حول الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للفئات الهشة والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا الأطفال في ظل موجة الحر التي تشهدها بلادنا هذه الأيام، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم على مستوى القافلة الطبية. إذن سعاد علمي جاءت بالتالي فلنتابع. تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الصحة أطلقت حملة تحسيسية حول الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لفائدة المسنين والفئات الهشة والأطفال، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم يوم الخميس 22 جوان 2023 بغابة بوشاوي. في إطار الحملات التحسيسية اللي تقوم بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، إذا اليوم نطلق الحملة الوطنية التحسيسية ضد مخاطر ضربات الشمس بالنسبة لكبار السن وبالنسبة لذوي الأمراض المزمنة. إذا بالنسبة لهذه الحملة التحسيسية راح نطلقوها اليوم على المستوى الوطني. البداية كانت من ولاية الجزائر بالتنسيق مع قطاع الصحة وكذلك الحماية المدنية التابعة طبعا لوزارة الداخلية. شفتوا كيفية تلقين الإسعافات الأولية بالنسبة لكبار السن الأمراض المزمنة. فيه أيضا حملة تبرع بالدم ليتشرف عليها قطاع الصحة مشكورين أيضا. إذا شفتوا أنه قطاع التضامن الوطني في إطار هذه الحملات التحسيسية يعمل في إطار تضامني في إطار قطاعي مشترك من أجل نجاعة التكفل بهذه الفئة، وخاصة نحن مقبلين على فصل الصيف لابد من توعية هذه الفئة في المناطق النائية. خاصة راح يتنقل كل من الخلايا الجوارية التابعة للقطاع اللي هي 275 خلية موجودة على المستوى الوطني من أطباء وأطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع، راح يتنقلوا للمناطق النائية من أجل توعية كبار السن فيما يخص الوقاية من ضربات الشمس وكذلك الأمراض المزمنة. الاحتضان هذه اليوم التحسيسي هام جدا. كل عام يعني نعيش هذه الفترة الزمنية صعبة مع تكاثر يعني درجات الحرارة، وفيه كما يقولوا تولي دونجي، عندنا التسممات الغذائية، عندنا ضربة السمش، يعني وهي تهدد خاصة الأطفال الصغار والناس الكبار، يعني هذو هما الفئات المستهدفة. ولهذا يعني منذ يعني شهر تقريبا وزارة الصحة دارت يعني تعليمات وزارية تعطي يعني لكل الطقم الطبية وكل الناس يعني على مستوى الوحدات الصحية القاعدية خاصة تعليمات بأخذ اعتبار خطر هذه الحرارة على الجسم الإنسان الكبير. وقد شارك في هذه الحملة مختلف القطاعات الحكومية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين
تستهدف هذه العملية خاصة في المقدمة كبار السن وجميع شرائح المجتمع. هذه الحملة نقوم بها بتقديم نصائح وإرشادات حول طرق الوقاية. نحب خاصة نغتنم الفرصة مع وجود الأشخاص المسلمين. إذن هدف الحماية المدنية أنه إن شاء الله بالتضامن مع مديرية الصحة ومديرية التضامن على مستوى الولايات الوطن كما قلنا أنه رايحين نقوم بحملات تحسيسية وتوعية، رايحين نركز على الجامعات الصيفية، المخيمات الصيفية والمخيمات العائلية، إضافة إلى هذا بعض الأماكن العمومية واللي نتمنى تكون قافلة الوقاية والتحسيس. وهذه الحملة تاع التبرع بالدم راهي متواصلة خلال هذا الشهر جوان، ونحن اليوم متواجدون في غابة بوشاوي بالتنسيق مع وزارة التضامن لمواصلة هذا العمل الخيري الإنساني. ومن هذا المنبر أدعو جميع المواطنين والمواطنات الجزائريين على التبرع بالدم، لأن هذا التبرع بالدم ينقذ حياة كثير من الناس وكذا يحسن صحة المرضى. هذه الالتفاتة، ونحن في برنامج بلسم هذه المواضيع التي تفرض نفسها نعد المشاهد الكريم أننا سنتناولها لاحقا في أعداد لاحقة إن شاء الله. إذن دكتورة مصلوح نرجع لك، كنا تحدثنا على أنه المواطن الجزائري لا يتناول فقط اللحم من الأضحية، ليس اللحم فقط بل يتناول أشياء أخرى. نتحدث عن فائدة هذه الأحشاء والأعضاء الأخرى. نحب نبدا بالمخ. المخ كان الجزائريين يحبوه بزاف. المخ فيه لي زوميغا 3 سيغت، حاجه قليله ماشي حاجه كبيره، ماشي كيما راه متداول وشايع باللي المخ مليح للذاكره، ولا لازم نعرفوا بلي المخ ما فيهش فيتامين او كيما الناس كامل حاطه في بالها. وفيه بزاف الكوليسترول، فيه 100 غرام تاع مخ فيها حتى 2250 ملي غرام كوليسترول. دونك هذه حاجه نحب نشد انتباه المواطن لها. الامعاء تاع الكبش لي تخيب تاعو راهم ما فيهمش فيتامينات، راهم استاذ هما صح مصدر تاع بروتين، وحتى البروتين تاعها وناقصه بالنسبه للحم. اللحم في 100 غرام يمد لك حتى ل 18 ما بين 18 و 21 غرام تاع بروتين. في الامعاء تاع الكبش ما تحصلش حتى ل 10 غرام تاع بروتين. دونك وفيه بزاف لاسيد يوريك. دونك الناس اللي عندها نقرس علاش تروح تتناول الامعاء تاع الكبش ما فيها حتى فايده، او كونترير وزيد تطلع لاسيد يوريك تاعها. الكبد هو عضو مليح للانسان اللي يكون بصحه جيده، وشي الناس اللي تاكل تشرب بلوتو السانترون اللي عندها مشكل تاع تخثر في الدم والطبيب تاعهم يعطيهم لو سانترون، هذوك الناس ما لازمش ياخذوا الكبد. كذلك المرأة اللي تكون في أول تولاتي تاع الحمل تاعها، الكبد يكون غني بلا فيتامين أ، وكون تكثر من لا فيتامين أ هذاك هذيك لا بيريود تاع العيد مثلا تكون تشهيات ولا تكثر من الكبد، راح تطلع نسبة لا فيتامين أ بزاف اللي تقدر تمد تشوه عند الجنين. دونك الواحد ياخذ حذره. كوكو الكبد فيه لاسيد فوليك اللي هو ثاني مليح. دونك كي تجي تشوفي لازم الانسان يكون عقلاني في الاستهلاك نتاعو، لازم يكون عقلاني، لا افراط ولا تفريط. ينقص في الملح كما قلنا قبيله، اللحم يكون على حساب العمر على حساب الميزان. نعم، نتحدث عن كميه اللحم المناسبه لكل شخص حسب عمره ووزنه. كما الاطفال سي 0.6 ملغ بار كيلو بار بوا، استاذ لا كان انا نوزن مثلا 10 كيلو ناخذ 60 غرام تاع بروتين ماشي تاع لحم، على خاطر ماشي 100 غرام تاع لحم معناتها 100 غرام تاع بروتين. ماشي لازم باش نكونوا على بالنا وباش نستعملوا طريقه سهله
خاطر الانسفيزون غينا الانسان اللي عنده لا ديدير لا دياليز ولا عنده قصور كلوي هذاك ما لازمش ياخذ بزاف البروتينات ما يفوتش 0.8 غرام في الكيلو تاع الميزان تاعو. لو سبورتيف اللي يدير بناء عضلات ويدير بزاف رياضه هذاك يقدر يروح حتى ل 2 غرامات في الكيلو تاع الميزان تاعو باسكو راهو يبني خلايا جديده. وقلنا بلي البروتين عنده دور في البناء. الانسان العادي استادير ادولت هو ماهوش زعما هذاك الرياضي الكبير تو كيما حنا هذاك ياخذ غرام بار كيلو بار بوا. طريقه امريكيه سهله الانسان يقدر اي واحد يطبقها ياخذ كف يده دونك هذا هو حقه تاع البروتين هو كف يده لداخل في اليوم في الوجبه داكا. وتكون وجبه الغداء اللي فيها البروتينات من احسن مصدر حيواني وجبه العشاء يحاول انه يتفادى ما ياخذها لحم. من هنا ننصح انه اللحم نتناولوه في وجبه الغداء وليس في وجبه العشاء لانه واعر للهضم في الليل دونك ماشي وان سامحيني دكتور مصطفى فقط انه العائلات الجزائريه يعني تكون في العشاء يعني حتى اذا كانوا عرضات ولا معناها انه اذا كان في العشاء ممكن نقدموا العشاء ونمارسوا نمشي شويه مور العشاء ماشي نتعشى وتعدي مور 10 ولا 11 ونزيدوا ناخذ ديريكت نرقدوا لا لا نتعشى ونحاولوا نتعشاو بكري نحاولوا نرافقوا هذيك الوجبه اللي تكون غنيه بالدهون بخضار خضار اللي يحبها نيه اللي يحبها اون سوب اللي يحبها مسلوقه كيما اللي ساعه كيما المهم انه يرافق الوجبه تاعو تاع اللحوم بخضار. نعم شكرا لك دكتوره مصطفى. دكتوره زهره كبير نعرفوا ان طهي اللحم قد يسبب مشاكل ايضا في يعني جسم الانسان. اكيد انه الطهي ولا ممكن انه اللحم ما يسببناش هو مشكل لكن طريقه الطهي ديالو اللي وكان يحب يضيف دكتور على طريقه نهضر على جوستمون لا كويسون يعني اهميه طهي اللحم بطريقه جيده. هو عنده اهميه كبيره خاصه عند اللحم الخروف دونك الخروف لان هناك امراض تقدر تسبب يعني كومون دير دي بكتيريا تقدر تسبب في امراض خطيره اللي هي لا سالمونيل تعرفوها كامل سي لانتوكسيكاسيون اليمونتير. لانتوكسيكاسيون اليمونتير هذه البكتيريا موجوده شويه بكثره يعني عند لحم الخروف لذلك باش نجتنبوا هذا الخطر لازم نطهي بصفه جيده. نعم هنا كذلك دكتور مصلوح نعاود نقولوا لك تقولي لنا كيفاش انه كما قلت لك من قبل انه نعرف بلي السلق ولا الطبخ كما نقولوا القدره الجزائريه او البحر الابيض المتوسط معروف انه يطيب الخضار مع اللحم هو احسن طريقه لكن ممكن تفيدنا اكثر في طريقه طهي هذا اللحم. احنا جينيرال الجزائريين نهار العيد سي شوا صحيح سي لي غرياد. المشكل انه مع لي غرياد ماشي ناس كامل تعرف تشوي اللحم هذاك بلا ما دير بلا ما يولي مضر. نهار هدرت على سرطان القولون هضرنا على اللحم هضرنا على باللي اللحم طريقه الشواء تاعو تقدر تتسبب مع الوقت في سرطان القولون. علاش؟ على خاطر كي نكونوا نحطوا اللحم قريب للفلام هذوك تاع الفحم تتشكل طبقه هذيك الطبقه سي دي زامين بوليسيكليك اللي هما عوامل تاع خلق خلايا سرطانيه تحول البروتين اللي كاين في هذاك اللحم يتحول ويمد لنا خلايا سرطانيه كي ناكلوه داكور. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي نكونوا نشويو كاين بزاف اللي يستعملوا يدوروا هذاك لابوشة دو فيوند بدهون صحيح داكور الملفوف دونك تزيد نسبه الدهون في اللحم تزيد واللي نديروا هذه الطريقه نديروا لي بروشه تاعنا نحطوا في وسط ما بين القطع تاع اللحم نحطوا خضار نحطوا بصل نحطوا طرشين نحطوا طوماطيش نحطوا حاجه اللي تكون صحيه وتنقص لنا شويه من نسبه الدهون اللي حين ناكلوها. طريقه السلق هي الاحسن. علاش؟ على خاطر اللحم ما يكونش معرض لدرجه حراره مرتفعه دومبلي تدير نروحوا بشويه هي احسن صحيح. درجه يطيب فيها اللحم ويطيب بيان وما يكونوش فيه بكتيريات او ميم طون ما نخلقوش عوامل اللي تخلق لنا سرطان هي ما بين 63 و 68 درجه مئويه. هذه احسن طريقه ودرجه الارتفاع الرفع في درجه الحراره يكون تدريجي ما يكونش كيما كي نحطوه ديريكت فوق الحل. دونك كي ندير لابغيس تاعي كي ندير الفحم تاعي لازمني نطفي نستنى حتى يطفى ما نحطش لي بروشيت وهي الفحم مازال حمر حتى يطفى باش نحط لي بروشيت تاعي. نحاول اني لا بلانش تاعي نكون نعليها شويه ما تقيسش ديريكت
في الفحم، نقص في الملح كما قال الدكتور، ابتعاد عن السكريات. نتحدث ايضا عن تخزين اللحوم، يعني نشوف ان بعض العائلات بعد ذبح وقطع اللحم يعني جثه يقوموا بتخزينها، نصائح لتخزين اللحم. اللحم كي يتحط في الثلاجه ما يفوتش 3 ايام على درجه، يعني العاديه من تحت في الثلاجة، ماشي في الكونجيلاتور. في الثلاجة في الكونجيلاتور ما يتعداش 6 شهور ما تولي فيه حتى قيمة غذائية، حتى قيمة غذائية. وكيف يعني يتم تخزينها، يعني في أكياس مخصصة وأيضا كتابة التاريخ لوضعها؟ اون جينيرال شوفي لا مامون تشفاش وقتاش حطتو باسكو سي باينه نهار العيد داكو دونك، وتخصص قال تخصص منطقة بين هذا الكومبارتيمون تاع اللحم. الوغ لازم نكون على بالنا باللي في الثلاجة راح تصيبو طوابق، فوالا الطابق الفوقاني كامل هو اللي مخصص اللحم اللي هو ما بين 4 و 6 دوغري، هذاك هو اللي يتحط فيه باسكو ماهيش درجة البرودة نفسها في الثلاجة. داكوغ الكومبارتيمون الفوقاني هو 4 و 6 دوغري هو اللي نحطو فيه اللحم. لكن إذا بلا ما ننساو، تفضل. صح بلا ما ننساو بالعيد، يعني لازم هناك تضامن، يعني لازم نعاونوا ما نخزنوش كاع اللحم، لازم نصدقوه، هذا هو صحيح. نعم ونعرفوا انه ممكن هذاك اللحم يكون مخزن في الثلاجه يقدر يعني تروح يفقد هذا. ايضا اللحم الذي يتم تجفيفه بالملح، يعني كانت تحدثت عليه مواطنه، نعم تسمى بالقبيل او الخليه. شوفي زمان اللي غالب ما عندهمش لي مويان باش يحافظوا على اللحم، دوكا الفرجي كاين كونجيلاتور كاين، دونك تقدري تخبي. يعني هل هو يعني هو مضر بالصحه؟ باش نكونوا على بالنا بصراحه، راه هو مضر بالصحه، لانك كي تحطي الملح بزاف باش كيفاش تمنعي انه هذاك اللحم يفسد؟ راكي تحطي كميه كبيره تاع ملح، راكي تحولي كل شيء الى كتله من الملح، تخلقي تفاعلات كيميائيه كبيره في قطعه اللحم هذيك اللي حتبدلي الكونتوني تاعو وتخلقي خلايا سرطانيه. هذه مصيبه. نعم شكرا لك دكتوره مصلوح. دكتور نشار محمد الأمين، ممكن أن تعطينا نصائح ختامية يعني نختم بها عدد اليوم، تفضل. حقا الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائري التي أمثلها اليوم كرئيس لها، كل سنة تقوم بحملة وطنية تحسيسية لعيد الأضحى المبارك في جموع المواطنين، الأسواق على مستوى العيادات الخاصة، على مستوى كل الأسواق الأسبوعية. الجمعية تهتم بمرافقة المواطنين في إرشادهم عن كيفية ذبح الأضحية، كيفية تخزين اللحم، كيفية تنظيف المكان، تنظيف ما بعد عملية الذبح. لذا نوصي بشدة مرافقة لبيان وزارة الصناعة بضرورة الجلود الاهتمام بها، وضع كمية من الملح تركها في أماكن مخصصة لها حتى يتسنى لنا رفعها ومساهمتنا كمواطنين جزائريين في نوعا ما إضافة ولو صغيرة جدا للاقتصاد الوطني في مجال هذا الجلود. هذه رؤيتنا في الجمعية. الآن كأطباء نوصي أنه يمكن السنوات والسنتين الأخيرتين كانت إشكالية في توفر اللحوم الحمراء على مستوى المائدة الجزائرية طوال السنة، لكن والناس تترقب عيد الأضحى المبارك بشغف لوجود اللحم فيه. لذا ننصح الكثير من المواطنين عدم الإفراط والإسراع في تناول كمية كبيرة من اللحوم. نتمنى أنه كل يوم يكون عندنا عيد، كل يوم يكون عندنا اللحم بإذن الله متوفر على طول السنة، ما يكونش غير في عيد الأضحى المبارك. هذه تمنياتنا وإن شاء الله يكون خير. شكرا لك دكتور نشار. دكتور دريد، انا نختموا دونك باش نختموا هذه الميساج تاعي باختصار، هو ان يكون التغذيه صحيه، معناتها ما ناكلوش في نهار العيد غير اللحم، كلوا لحم مع خضر مع دونك يفوا افوار دي زاسيد وشويه فاكهه ثاني وشويه مشيه مور العيد ثاني، ونعاودوا نوليو لو سبور جوست مور العيد ثاني مليح للانسان. ونقول لهم بيان سور صحه عيدكم وكل عام ان شاء الله وانتم بخير. عفوا اذا شكرا لك دكتور درياد سالم، ايضا شكرا لكم على حسن هذه النصائح وهذا التقديم، هذه النصائح نتمنوا للمشاهدين انه ياخذوا بها، ونتمنوا انه يعيدوا بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله. اذا شكرا مشاهدي الافاضل على حسن متابعتكم، القاكم في العدد المقبل، دمتم بصحه وعافيه، الى اللقاء.